القدس الإله الواحد، بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا بنكمل في المواضيع بتاعت اللاهوت العقيدي، وزي ما قلنا ان اللاهوت العقيدي هو بيتكلم عن عقيدتنا وعن إيماننا بربنا. فاتكلمنا في المواضيع الأولانية عن إيماننا بالله، وفي إيماننا المسيحي الله هو الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وبعد كده اتكلمنا عن سر التجسد، وإن إزاي إن ربنا من أجل محبته نزل واتجسد علشان يتمم لنا الخلاص. هو مش بعيد عننا، هو قريب مننا جدا، وعايز يرجعنا مرة تانية لحضنه. وبعد كده بدينا نتكلم عن الأسرار، لأن الأسرار هي الطريق وهي الباب اللي بيوصلنا وبيربطنا بربنا. يعني إزاي إحنا نوصل لربنا، إزاي يكون لنا علاقة معاه، إزاي إحنا نستفيد من عطايا ربنا اللي هو تممها من أجل خلاصنا، ده من خلال الأسرار السبعة بتاعة الكنيسة. وبدينا نتكلم عن الأسرار المقدسة، اتكلمنا عن سر الإفخارستية، اتكلمنا عن سر طبعا المعمودية والميرون، واتكلمنا عن سر الاعتراف والتوبة، التوبة والاعتراف المرة اللي فاتت. النهاردة بنعمة ربنا نكمل نتكلم عن سر مسحة المرضى، عن سر مسحة المرضى. وزي ما قلنا ان كلمة سر يعني عمل إلهي بيتم غير منظور من خلال عمل منظور او طقس منظور بيتممه الأب الكاهن اللي إيمانه سليم، عشان كده بنسميه كاهن مشرطا، يعني كاهن الكنيسة، يعني بوضع اليد الكنيسة أقامته من أجل أنه هو يتمم ويكون زي ما بنقول عن أبونا أنه هو خادم الأسرار. فهو اللي بيورينا إزاي أن احنا نعيش هذه الأسرار، بيتممها لينا، وإزاي أن احنا نعيشها ونستفيد منها. النهاردة بنعمة ربنا نكمل في سر مسحة المرضى. وسر مسحة المرضى هو سر طبعا مقدس أسسه المسيح له المجد وإداه للتلاميذ زي باقي الأسرار كلها. احنا بنقول الأسرار هي أسرار أسسها المسيح له المجد وإداها للكنيسة علشان تخدم بيها ولاد ربنا، علشان يثبتوا في إيمانهم وفي ارتباطهم بشخص ربنا يسوع المسيح. فنفس الحكاية، سر مسحة المرضى المسيح له المجد أسسه وإداه للكنيسة من خلال التلاميذ، وقال لهم كده، قال لهم اشفوا مرضى، طهروا برص، اخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. وفي دف في إنجيل معلمنا متى صح 10، وقال لهم برضو في إنجيل لوقا برضو 10، يقول لهم وأي مدينة دخلتموها وقبلوكم اشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وآيات كتيرة ومعجزات كتيرة المسيح له المجد عملها، وقال للتلاميذ، قال لهم هذه الآيات تعملوها وتعملون أعظم منها. فالسيد المسيح له المجد كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، زي ما برضو اتذكر في أعمال 10. وكان في ملاخي بيتنبأ عن المسيح ويقول ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحته. طبعا المسيح له المجد هو إيه؟
هو شمس البر. وفعلا التلاميذ نفذوا في إرساليتهم ومارسوا هذا السر، وحتى رجعوا للمسيح له المجد وقالوا له كده حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. وكلنا عارفين ازاي ان مثلا في القصه بتاعت بطرس ويوحنا لما اقاموا المقعد اللي كان على قاعد على باب الهيكل، وقالوا له لما كان بيطلب منهم مساعده قالوا له احنا ما عندناش حاجه، ليس لنا ذهب او فضه، ولكن باسم يسوع المسيح ايه قم وامشي. فالاباء الرسل مارسوا وعملوا معجزات، وطبعا زي ما انتم عارفين اتذكر كتير معجزات، ازاي بطرس الرسول يقول بنقول كده ان كان يشفي المرضى، وكان بمناديل وعصائب بولس كان بيخرج شياطين، يعني كان عمل المعجزات مرافق للاباء الرسل. وزي ما اتذكر في انجيل معلمنا مرقس اصحاح 6 بيكلمنا عن ماده السر، يعني يكلمنا يقول كده ايه ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم في مرقس 6:13. فده هيورينا ازاي ان السيد المسيح اداهم يعني ترتيب لتتميم هذا السر، وإزاي إن هما كانوا بيستخدموا الزيت كمادة. ولعل يعني الزيت، لأن يمكن الزيت طبعا زي ما احنا عارفين يعني مادة أساسية في تكوين يعني مواد طبية كتير، ويمكن في الوقت ده طبعا كان هي دي يستخدموا الأعشاب والحاجات الطبيعية، فكان الزيت من المواد المشهورة أو المواد الأساسية في تكوين أي. طبعا في الوقت الحالي بتاعنا الأدوية اللي بيكتبونها الأطباء، وهتلاقوا برضو في مكوناتها، هتلاقوا في مادة الزيت دي هتلاقيها يعني من التكوينات الأساسية في تركيبات هذه الأدوية يعني. فإحنا بنصلي، ودي حاجة جميلة قوي إن إحنا قبل ما ناخد أي دواء أو قبل ما يعني حتى لما بنصلي في البيوت مثلا صلاة مسحة المرضى أنا أقول لهم هاتوا الأدوية اللي عندكم كلها ونحطها تحضر الصلاة وإحنا بنصلي صلاة مسحة المرضى. وفي رسالة برضو معلمنا يعقوب بيكلمنا إزاي إن السر ده بيتمم برضو، وذكر موضوع الزيت، فبيقول كده أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة فيصلي عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية توفر له. طبعا الآية دي بتوضح لنا حاجات كتير، فبيورينا ازاي ان الشخص المريض ده يعني بيطلب بركة ربنا ونعمة ربنا تعمل معاه، ان هو بيطلب الشفاء من ربنا، ودي حاجة مهمة قوي. ازاي ان الانسان يعني لو ربنا سمح بمرض أو حاجة إحنا طبعا بنلتجئ للأطباء وبنلتجئ لكل يعني الوسائل المتاحة في والإنجيل بيكلمنا كده، يعني حتى السيد المسيح له المجد قال لنا لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فهو ذكر ان احتياجنا للاطباء وان المرضى محتاجين ليهم. وبرضه في سفر يشوع بن الصراخ بيتكلم عن دور الطبيب
في يعني العلاج، وإزاي إن ربنا يعني أقامه من أجل إن هو إيه يتمم شفاء بنعمة ربنا للمرضى يعني. وهنتكلم في نقط الأطباء وفي نقط الحاجة دي وإحنا بنغطي الموضوع ده. النقطة الثانية في الآية دي لما بيتكلم فليدعو خصوص الكنيسة، فليدعو خصوص الكنيسة، وفي الترجمات اللي عندكم ويمكن يقول لك شيوخ الكنيسة، على أساس إن الإنجيل الطبعات البروتستانتي ما يستخدوش كلمة خصوص ويقول لك شيوخ، وبيحاولوا يعوموا الموضوع يعني علشان يبعدوا عن فكرة الكهنوت. لكن طبعا الآية واضحة إن هي، لأن كلمة إبريزفيتيروس بتحمل المعنيين قصوص وشيوخ، بس هما تلاقي في مناطق في الإنجيل يستخدموا كلمة قصوص ومناطق يستخدموا كلمة شيوخ. لما يتلاقي الإنجيل بيتكلم عن موضوع التعليم يقول لك قصوص، على أساس إنهم عايزين يبرزوا إن القس ده عمله تعليم، مفيش، يبعدوه عن الكهنوت يعني. ولما يكون حاجة فيها السر أو فيها كهنوت يقول لك شيوخ، فيروحوا إيه متوهين الناس عن القصد في إتمام الأسرار. لكن طبعا إحنا في الترجمات القبطية بتاعتنا بنظبط المعاني دي علشان تخدم الغرض الأساسي للآية والمعنى المظبوط بتاعه. فقول فليدعو قس الكنيسه، فهنا يورينا ازاي دور الكنيسه ودور يعني الكهنوت في اتمام السر اللي ربنا اقامه او عمله علشان. طبعا ما فيش شك ان السر ده الكل محتاجه، لانه الكل بيمر بفترات فيها مرض، وهنتكلم على انواع الامراض. فالإنسان محتاج في أي نوع من الأمراض اللي بيتعرض بيها أنه يلتجئ لربنا أولا، لأنه هو الشافي، هو مصدر كل عطية صالحة. فبالتالي الإنسان ما يلتجئش لأي حاجة، مش بس في المرض، في كل حاجة في حياتنا الواحد بيلتجئ أولا لربنا، لأن ربنا هو كل شيء، هو البداية والنهاية، هو اللي بدون لا تستطيع أن تفعله شيء. لأن لو إحنا التجأنا لأي حد تاني معناه إن إحنا اهتمامنا ما بندهوش لربنا أولا، ولكن بنديه للحاجات التانية، ودي تعتبر نوع من يعني الوثنية، إن أنا اتكالي بيبقى على شيء آخر مش على ربنا. لكن اتكالي على ربنا وبعد كده هو اللي بيبارك وبيقدس وبيعمل في كل شيء هو خلقه بقى، سواء في أدوية، سواء في مواد موجودة ربنا خلقها لنا عشان نستعملها، لكن ده من خلال إلهنا اللي واهب الشفاء. فهنا زي ما بنقول ايه يدعو قصص الكنيسه، هنا بيتكلم على دور الكنيسه في اتمام هذا السر، لان زي ما بنقول هو دور ربنا، دور ابونا، ان هو بيقدم لينا ربنا بالمفهوم الصح لعقيدتنا، بيقدم لينا ربنا ازاي ان احنا نقدم توبه، وازاي ان احنا نرضيه، وازاي ان احنا المرض ده ما يسببش تعب للإنسان، يعني يخليه مثلا يفقد رجائه أو تعب يعني نفسي أو نوع من التمرد على ربنا أو فهنا دور الأب الكاهن إن هو يقوده لمعرفة ربنا، يوريه إزاي إن لا، إن كان ربنا سمح بتجربة معينة إزاي ده الخير الإنسان. فهي القيادة الروحية هنا اللي بتقود الإنسان في حياته بصفة عامة، وفي وقت المرض كوقت ضعف ممكن الإنسان يمر به،
خصوصا لو المرض ده يعني طال في الوقت بتاعه أو في القسوة بتاعته. فهنا دور الكنيسة ما فيش شك إن هي تقدم يعني سبورت للإنسان المريض. وبعد كده يقول لك يصلوا عليه. فالوسيلة بتاعة تتميم السر هو الصلاة، إن إحنا بنصلي. حتى إحنا في صلاة مسحة المرضى زي ما إحنا عارفين أبونا بيجيب الزيت يعني كنوع من تقدمة الناس لربنا، إن إحنا يا رب بنقدم لك وسيلة العلاج بتاعتنا اللي هو الزيت أو الأدوية بتاعتنا، وبنصلي عليها، بنطلب يا رب إن أنت تعمل في هذه المادة وتقدسها علشان تبقى سبب شفاء من خلال تقديسك لهذه إيه؟ لهذا الزيت أو لأي نوع من أنواع الدواء اللي احنا بناخده. فيصلي عليه ويدهنوه بالزيت، طبعا يدهن هذا الشخص بالزيت. أحيانا الناس تسأل يا أبونا طيب ممكن تدهن، أدهن ظهري، أدهن رجلي، أدهن بطني، أدهن مطبر. ممكن أبونا بيرشم الرشومات اللي هي الإفيز مراقوت الآب والابن والروح القدس، وبعد كده الإنسان ممكن يدهن زي ما هو عايز، يعني يدهن بقى رجله وإيده وطفر دماغه وطفر. ما هي مادة يعني علاجية بقى الواحد يستخدمها ياخد بيها، ويعني معجزات بتحصل يعني من هذه الزيوت، يعني طبعا بقوة ربنا العامل فيه. وبعد كده يقول لك وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطيئة تغفر له. فهنا برضو يورينا كذا حاجة، يورينا صلاة الإيمان، إن الإنسان لازم ياخد الموضوع ده بإيمان. والسيد المسيح كذا مرة أو كتير قوي لما كان بيشفي المرضى كان يقول له حبيبي أتؤمن، واللي يقول له أؤمن يا سيد، اللي يقول له أعن ضعف إيماني، اللي يقول له من هو يا سيد لأؤمن به. وكانوا في الآخر بيجوا يقدموا للمسيح السجود والشكر وينفذوا الكلام اللي هو طلبهم منه، قم احمل سريرك وامشي، حتى لو كان يوم سبت كان يقوم. فكانوا يطيعوه ويؤمنوا به. فهنا صلاة الإيمان، إن احنا عندنا إيمان إن ربنا قادر إن هو يتمم لنا الشفاء. وهو المسيح لو المجد قال لنا كل ما تطلبوه في الصلاة مؤمنين تأيب تنالون. فحتة الإيمان، لأن بدون إيمان لا يمكن إرضائه. إحنا بنتكلم مع ربنا وإحنا واثقين في قدرته، واثقين إن هو يستطيع كل شيء، والرب يقيمه، هو اللي بيشفي وإن كان قد فعل خطيئة تغفر له. لأن هنا السر ده مرتبط بسر تاني اللي هو سر التوبة والاعتراف، لأن في نفس الآية أو في الآية اللي بعدها بيقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. فهنا الاعتراف بعضكم لبعض بمعنى إن الاعتراف للإيه؟ للأب الكاهن. لأنه الاعتراف في شقين، في شق إن الإنسان بيعترف للإنسان اللي هو يعني زعله أو غلط فيه، فده أول يعني اعتراف. وبعد كده الاعتراف لأبونا من أجل أنه هو يأخذ المصالحة مع أبونا الكاهن، وأبونا يصلي التحليل ويقول له ربنا يحلك. فبكده يبقى الإنسان ده خد الشفاء النفسي والروحي وخد الشفاء الجسدي. وهنا في نقطة مهمة بقى عايز أقف فيها، إزاي إن أو يعني ممكن نخليها مع النقطة اللي وراها، لكن نتكلم فيها اللي هي إزاي إن الـ 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 الأمراض، ويمكن ده حاجة
تكون مناسبة للظروف اللي احنا فيها دلوقتي بموضوع كورونا أو الأمراض بصفة عامة. يعني في العهد القديم كتير قوي نشوف ازاي ربنا كان بيسمح ان هو يعاقب الشعب بالأمراض. وهنا الإنسان يعني هل الأمراض دي عقاب من ربنا أو إيه بالظبط؟ والكورونا اللي احنا فيها دي السؤال اللي دايما الناس بتسأله فيها، يا رب اللي انت يعني بتسمح بيه. طبعا ما فيش شك ان كل حاجة في حياتنا هي بسماح من ربنا، كل حاجة في حياتنا، وربنا لا يجربنا فوق ما نستطيع يعني. لكن المرض بصفة عامة هو بسبب خطية الإنسان، بسبب خطية الإنسان. يعني لما ربنا خلق الإنسان خلقه ورأى كل شيء جميل، كل شيء جيد، كل شيء حسن. ربنا ما خلقش الشر، خلق الطبيعة كلها بكل خلية فيها بتتعامل مع بعضها، سواء في الإنسان سواء في الخليقة كلها، في الحيوان، في الزروع، في كل حاجة خلايا كده متجانسة بتعمل مع بعض في إيه، في تجانس. تلاقي الإنسان يأكل الأكل الطبيعي الحلو اللي ربنا خلقه، بيخش جوه جسم الإنسان، بيمتص بطريقة طبيعية برضو اللي ربنا خلق بيها الإنسان علشان يتعامل مع هذه الطبيعة اللي ربنا خلقها. كل حاجة بإيه، بنظام وترتيب إلهي ما فيهوش فيه أي مشاكل أو أي يسبب أي أمراض أو يسبب أي حاجة مش كويسة. طبعا لما بدأ الإنسان بقى يبعد عن ربنا ويعيش بعيد عن ربنا، وبدأ أفكاره بقى يبقى فيها شر، ويبقى فيها سواء بقى على المستوى الجسدي أو على المستوى الروحي أو على المستوى النفسي، بدت كل الخلايا اللي ربنا خلقها دي تتأثر. يعني مثلا لما يستعملوا مثلا كيماويات في الزراعة، يقول لك ما احنا بنستعمل الكيماويات علشان مثلا الزرع ما عرفش نعمل فيه ايه ونحميه من ايه، او حلو كويس، بس كل الحاجات دي الجسم مش متعود عليه. فيبتدي الجسم وخلايا الجسم مش متعود على لان الانسان بدأ يدخل اساليب هو بقى ايه فاكر ان هو بيحسن او ان هو بيتغلب على مشاكل حصلت، وبرضو المشاكل دي حصلت بسبب خطية الانسان. فالانسان دخل نفسه في دايرة، الدايرة الالهية في الخلقة، سببت كل هذه الامراض. تلاقي كل شوية بقى يقول لك كانسر، يقول لك مش عارف فيروسات ايه، مش عارف ايه كورونا ايه بتاع ايه. الحاجات دي جت منين؟ جت من اللخبطة للإنسان بيدخل نفسه فيها في حاجة هو ما عندوش علم باللي حاصل ده كله في الخلقة اللي ربنا خلقها. فالإنسان دخل نفسه، وبعد كده يقول لك احنا اكتشفت. طيب اكتشفت، ما هو انت عكيت الدنيا، وبعد كده ترجع لما تكتشف لك دواء ولا حاجة اهو، يعني على قد معرفتك او على قد علمك او على قد حلو، ربنا يقويك وخلاص. فالإنسان دخل نفسه في حتة احنا بنعالج او بنحاول نعالج على قد ما نقدر اسباب الشر اللي احنا دخلنا فيه نفسنا وصنع الهيصة دي كلها. طبعا احنا مش هنقدر نعزل نفسنا عن العالم وعن الحاجات اللي بتحصل لان احنا اوريدي فيها، لكن الحاجة الوحيدة اللي نقدر نعملها ان احنا نتوب لربنا، ان احنا نرجع لربنا من كل قلبنا. وبقى ربنا سمح بمرض ما سمحش بمرض، احنا زي ما بنقول بقينا جزء من
المجتمع اللي احنا عايشين فيه، وبنعمل على قد ما بنقدر نعمل، لكن في النهاية نطلب ربنا، في النهاية نتكل عليه، في النهاية ما نبعدش عنه ونفضل متمسكين بيه. وهو بقى ايه المهم؟ أرواحنا تبقى أرواح صح، يعني ما هيش مريضة، تبقى صحيحة، ونفوسنا أرواح فيها صحة روحية، علشان ده المطلوب، ده اللي يخلينا ماسكين وثابتين في ربنا. فمن هنا جه حتة إن الإنسان يقدم توبة، الإنسان يرجع لربنا. لما الإنسان يكون مع ربنا هيفكر حسب مرضات ربنا، هيعيش حسب مرضات ربنا، هيبعد عن الشر. يعني زي ما مثلاً لما نقرأ مثلا في سفر العدد أو سفر التثنية، يعني على سبيل المثال، يعني نشوف إزاي، طبعا احنا نتكلم على أنواع الأمراض، أو نتكلم على أنواع الأمراض، وبعد كده وإحنا بنتكلم على أنواع هنتكلم ناخد أمثلة. يعني فمثلا لما نتكلم على أنواع الأمراض، تلاقي في أمراض ربنا سمح بيها كنوع من تأديب ربنا للإنسان، لأن ربنا كان واضح مع شعبه. يعني مثلا في سفر التثنية في إصحاح 28، لما قبل ما يخشوا أرض الموعد زي ما درسنا، وربنا بدأ يفكرهم إزاي إن هم يجب أن يسلكوا في حب ربنا وفي مخافة ربنا عشان ربنا يباركهم. ففي إصحاح 28 إصحاح البركات، يجي كده ربنا في آية 22 كده يقول لهم، أو 21، يقول لهم: يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك عن الأرض التي أنت داخل إليها لكي تنتبه. يضربك الرب بالسيل وبالحمى والبرداء والالتهاب والجفاف واللفح والزبول، فتتبعك حتى تفنيك. فده هنا ايه؟ في حالة ان هم ما يمشوش في خوف ربنا، وزي ما قال لهم في آية 15: لتحرص ان تعمل بجميع وصاياه وفرائده التي انا اوصيك بها اليوم، وإلا هتأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. واخدين بالكم؟ فربنا كان بينبه شعبه، وده حصل فعلا. يعني هم في البرية مثلا، تلاقوا في عدد سفر العدد مثلا صح 16، ازاي لما يعني شعب بني إسرائيل بدوا ان هم يتمردوا على قورح وداسان وبدوا ان هم يعني، فتلاقي كده في آية 49 هنا يقول إيه: ووقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء، ربنا ضربهم بالوباء. ولما حبوا إن هم يبخروا، يعني يقدموا بخور لربنا بدل هارون، فربنا ضربهم بالوباء. ولولا إن هارون بدأ وموسى بدوا يتشفعوا من أجل الشعب، ويقول: ووقف بين فأخذ هارون كما قال موسى وركض إلى وسط الجماعة، وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب، فوضع البخور وكفر عن الشعب، ووقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء. يقول: فكان الذين ماتوا بالوباء 14,700، عدا الذين ماتوا بسبب قورح. ثم رجع هارون إلى موسى إلى باب خيمة الاجتماع، والوباء قد امتنع. فده نوع من أنواع المرض، كنوع من التأديب بسبب أن الإنسان بيكسر وصية ربنا أو يتمرد على ربنا.
نوع تاني من المرض طبعا ده محتاج توبة ومحتاج رجوع. لما تابوا وجه هارون صلى من أجلهم امتنع الوباء، ده نوع من أنواع المرض. نوع تاني من أنواع المرض اللي هو مثلا زي تجربة أيوب، إزاي إن الشيطان كان يعني هو مشتكي، راح يشتكي على أيوب يقول له يعني يقول له ربنا يعني هل يعني أيوب يعني بيعبدك كده يعني بسبب بره؟ لا، ده هو عشان انت بس محاصن عليه ومقوط عليه، وبدأ يعني يقول ربنا يعني انت ايوب يعني سوسبيشال عندك قوي يعني. وبدأ ربنا يقول له لا، ده هو فعلا من اجل هذا الانسان بار، وقال له طيب اديني سلطان عليه، وبدأ يجربه لغايه لما جربه بالايه، بالامراض. بس قال له وإلى عقله لا تمسه، عشان يفضل محتفظ بعقله اللي بيخليه متمسك بربنا. فده برضو لغاية لما في الآخر بعد ما الشيطان يعني حاول معاه كل المحاولات، ربنا برضو استخدم هذه التجربة من أجل أن هو يوري أيوب يعني في وقت الضعف، لما بدأ أيوب كده يهتز ربنا راح سنده بقى، ربنا راح سنده وبدأ يتكلم معاه. وأيوب قدم توبة، وبعد لما قدم توبة تم الشفاء بتاعه وربنا باركه. ويجي معلمنا يعقوب يقول لنا سمعتم عن صبر أيوب وعرفتم عاقبته. فده نوع من أنواع التجارب اللي بتيجي بسبب حسد الشيطان، بسبب حسد الشيطان اللي دايما الشيطان عايز يتعبنا، عايز يعني هو العدو بتاعنا اللي بيحاول دايما يدخلنا في ضيقات. فبرضه ما لناش غير ربنا نلتجئ إليه ونمسك فيه، زي ما أيوب عمل وقال لمراته تتكلمين كإحدى الجاهلات، الخير نقبل من الرب والشر لا نقبل، وزي ما بيقول الكتاب إن هو فضل متمسك بكماله. فدي نقطة تانية. برضو سبب المرض ممكن يكون لكي يتمجد اسم الله، زي ما في المعجزة بتاعت المولود أعمى، التلاميذ قالوا لسيد المسيح هل أخطأ هذا أم أبواه؟ فقال لهم لا أخطأ هذا ولا أبا، ولكن لكي يتمجد اسم الله. ف يعني ربنا في بعض الأمراض ربنا يسمح فيها وتحصل معجزة، تحصل معجزة تكون سبب. نفكر الله يرحمه عم مين، نسيت اسمه، أبو جورج اللي هو كان ما كانش مسيحي ودخل الإيمان، هو تنيح يوحنا عم يوحنا، عم يوحنا أنا معلش. فبيقول كان سبب إيمانه لما العذراء ظهرت في الزيتون، كان عنده ساعتها مرض بواسير وكان تعبان، ويعني هو راجل بسيط يعني. فراح وقت ظهور العذراء وقال لها بصي بقى لو شفتيني هيبقى في كلام تاني يعني. وفعلا العذراء اتمجدت معاه، وده كان سبب دخوله الإيمان. وكتير قوي زي ما احنا عارفين ان المعجزة بتحصل مع غير المؤمنين لكي يؤمنوا، لكي يؤمنوا ويشوفوا قوة ربنا. فإحنا كأولاد لربنا أحيانا بنطلب معجزات، كويس نطلب، لكن ممكن يحصل معجزات مع غير المؤمنين. فنقول يعني
حاجة عجيبة الناس دي تحصل. لأن ربنا داعيهم وعايز يوريهم قوته، لكن ولاد ربنا مدعوين لكي يحملوا الصليب مع المسيح علشان يمتحنوا، علشان يثقلوا أكتر. ولكن المعجزة ما هياش الأسلوب، أسلوب الحياة اللي احنا نعيش بيه. يعني ياما قديسين كانوا ممكن يعملوا معجزات، لكن هما نفسهم كانوا تعبانين، كانوا بيحملوا الصليب. فالإنسان محتاج إن هو يحمل الصليب بشكر. طلب المعجزة ده ربنا بيعمله لأسباب علشان يتمجد اسمه في الوقت اللي هو شايفه والوقت اللي هو عايزه. لكن ما هياش قاعدة وما هواش أسلوب حياة إحنا نفضل نطلبه من ربنا في كل وقت. لا، إحنا نشكر على كل حال ونقول له يا رب أهم حاجة تكون أنت في الموضوع، إن أنا أشوفك وقت التجربة وأشوفك وقت الألم، أحمل معاك الصليب ده وأشاركك فيه يعني. وده هنا جمال الألم والتعب، إن أنا بأشترك في يعني حياتي مع الآلام بتاع المسيح. المسيح اتألم، ما جاش علشان يعني يخدم ويكرم ويعامل كإله، لكن هو تجسد من أجل إن هو يحمل الصليب لكي يخلص. فده نوع ثالث من أنواع المرض عشان ربنا يتمجد. نوع برضو رابع، ولو أنتوا عندكم برضو نقط تانية تحبوا تضيفوها في الموضوع ده طبعا ممكن، يكون بقى مرض من أجل الموت. يعني مرض خلاص، في حتى إحنا في صلاة مسحة المرضى كده في أول طلبة، في الساعة في أول صلاة بنقول له يا رب إن كان المرض ده من أجل يعني إن دي نهاية حياة الإنسان فخلاص لتكن إرادتك. يعني حتى الكنيسة بتصلي وبتقول يا رب، يعني إحنا بنطلب من أجل شفاء الإنسان، لكن أنت اللي أنت شايفه وحسب ترتيبك الإلهي. إحنا ما بنعترضش على ترتيب ربنا، لكن إحنا مهمتنا إن إحنا نصلي ونطلبك، وأنت رب تعمل اللي أنت شايفه واللي أنت عايزه. فدي يعني أنواع المرض، يعني الأمراض اللي بتورينا إزاي إن ربنا بيبقى له غرض معين من المرض. المهم الإنسان ياخدها في النهاية في إيدين ربنا ويقول له إيه، أنت رب الشافي. وبالتالي مع أنواع المرض دي أو يعني في برضو أنواع من المرض بقى أو النتائج بتاعت المرض. يعني إن الكنيسة بتصلي مش بس من أجل المرض الجسدي، مش بس من أجل المرض الجسدي، لكن في أمراض روحية وفي أمراض نفسية، وكلها بتأثر على الإنسان. يعني الأمراض الروحية دي تعتبر هي المرض الرئيسي اللي بيتسبب بسبب الخطيه اللي الانسان محتاج ان هو يشفى منه. يعني الجسد اهو مصيره في النهايه زي ما المسيح له المجد قال، كان بيقول لنا يعني لا تخافوا من الذين يقتلوكم، لكن خافوا من الذي له سلطان ان يطرح في في جهنم. فالجسد مهم، الروح هي اللي بتحمل الجسد. فلما بتكون الروح صحيحة ويعني فيها صحة بتحمل الإنسان حتى لو الجسد تعبان، لكن بتستطيع إن هي تحمل الإنسان وتعطي له كده يعني قوة ونعمة يقدر الإنسان
يحتمل أمراض الجسد. فالمرض الروحي عشان كده زي ما بنقول وإن كان قد فعل خطيئة تغفر له. فالأمراض الروحية زي ما بنقول عشان كده السر يعني لازم يكون معاه سر التوبة والاعتراف. سر التوبة والاعتراف اللي هو الصحة الروحية الإنسان، لأن زي ما أنتوا عارفين دلوقتي يقول لك ده فلان عنده اكتئاب، أو فلان ده يقول له ده عنده حالة نفسية، يروح للدكتور ويقول له أنت كويس مفيش حاجة، فسيولوجيا أنت كويس، أنت بس عندك حالة نفسية، حاجة مضايقاك، حاجة تعباك، حاجة يقول لك عنده أرق، عنده مش عارف إيه. طيب وحتى دلوقتي بقى في تخصصات في هذه الأمراض، يقول لك ده دكتور نفسي أو ده سايكولوجيست علشان يبتدي يتكلم مع الإنسان ويشوف إيه اللي مضايقه، إيه اللي تعبه، إيه المشاكل، في عنده مشاكل من الصغر، في عنده مشاكل الكبر، في عنده. ففي طب نفسي، في كمان طب روحي هو الناحية الروحية بقى في الإنسان، لأن في خطايا روحية كتيرة هي اللي بتتعب الإنسان، وبالتالي الإنسان محتاج لشفاء الروح علشان برضو يبقى عنده صحة، لأن الإنسان متكامل. يعني ما نقدرش نفصل الإنسان جسدا أو نفسا أو روح، كله بيأثر على بعض، كله بيأثر على بعض. فالإنسان لما روحيا ونفسيا يكون صحيح وصحته الروحية والنفسية كويسة، ده ما فيش شك بتخلي صحته الجسدية حلو، صحته الجسدية حلو. حتى يعني يقول لك ده باين عليه، يعني يقول لك ده فلان ده مثلا سنه كبير لكن ده شباب، شباب ليه؟ لأنه روحه حلوة كده وروحه شبابي كده. فحتى يكون مثلا يعني السنين مرت بيه كتير لكن روحه شبابي. فالناحية الروحية والنفسية مهمة جدا 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 في صحة الإنسان، وبالتالي من هنا زي ما بنقول مع سر مسحة المرضى لازم يكون في ممارسة لسر التوبة والاعتراف. طبعا بيكمل سر التوبة والاعتراف بالتناول، لأن التناول هو بقى إيه؟ كمال الأسرار اللي بيه بنتحد بشخص ربنا يسوع المسيح. وإنسان طبعا بيكون صايم، علشان كده إحنا لما بنتمم سر مسحة المرضى بنتممه قبل القداس، فالإنسان محتاج إن هو يعني يكون صايم. ولما بنتممه في الكنيسة في يوم جمعة ختام الصوم، طبعا الإنسان الناس يعني بتحب تاخد بركة في الصيام، يقول لك أبونا صلي لنا إنجيل وكده، يعني كنوع من البركة في البيت. لكن هو أساسا معمول، طبعا كلنا محتاجين زي ما قلنا في الأول، لكن الكنيسة بتتمم هذا السر في ختام يوم جمعة ختام الصوم، وبنصلي الصلوات السبعة كلها قبل القداس، فبناخد بركة الزيت وبنصلي وبنتناول، واحنا بنكون طبعا صايمين في نهاية الصوم بقى اللي كله توبة وكله تذلل وكله يعني اعترافات ورجوع لربنا. فاحنا في قمة هذا الصوم بنطلب بقى من أجل إيه؟ من أجل الشفاء، الشفاء يعني للكنيسة كلها. يعني ده كده تغطية متواضعة يعني لهذا السر. لو في أي حاجة أنا نسيها أو في أي حاجة ما غطيتهاش، يا ريت إن أنتوا
تتكلموا فيها فزي ما شفنا ازاي ان السر ده الكنيسه مارسته من البدايه، من اول الرسل زي ما قلنا في الاول، والكنيسه عايشه بيه لغايه. ربنا يحافظ عليكم. لو في اي سؤال او في اي تحبوا ان انتم تسالوا او تستفسروا او تكملوا اي نقط ما غطيتهاش، او تفضل. ولربنا المجد دايما. تفضل. أسبونا شكرا على محبة قدسك. أنا بس طيب كان عندي اتفضل سؤال، كان عندي اتفضل يا عم. سؤال ساعات برضو بيبقى مش واضح شوية. شرط الإيمان لإتمام السر، يعني هل مقصود بيه إن الإنسان يكون إنسان مؤمن مسيحي، ولا المقصود بيه إن الإنسان يبقى مؤمن بفعالية السر؟ يعني حتة الإيمان معناها إيه؟ وبعدين في بعض الأحيان بيبقى الشخص يعني عنده يقين وعنده رجاء، ولكن برضو إرادة ربنا فوق كل إرادة ما بتسمحش إن الشخص ده يشفى. فقدسك ممكن بس توضح لنا يعني علاقة الإيمان بإتمام السر، يعني إيه العلاقة بينهم، وإيه شرط الإيمان اللي هو زي ما بيقول يعقوب الرسول وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، يعني إيه معنى الحتة دي؟ هو طبعا مبدئيا الإيمان لازم إنسان يكون يعني مؤمن بالمسيح، وده كان سؤال السيد المسيح لما كان بيعمل معجزة وبيسأل الشخص أتؤمن بابن الله؟ يعني المسيح عايز يلفت نظره إن اللي بيعمل لك المعجزة ده هو المسيح ابن الله، هو المسيح. إلا لو واحد طلب من ربنا كعلامة، زي ما ادينا مثل بتاع عم يوحنا، وازاي ان هو قال له يا رب يعني انا بسمع على المسيحيين وعن المعجزات وعن العذراء وبتاع، لو عملت معايا معجزة فده يعني حاجة بتؤكد وتثبت ايماني فيه. فشرط الإيمان بشخص ربنا، وده كانت الباب، يعني ده كانت الحاجة اللي خليته فعلا يخش المسيحية. فشرط الإيمان بشخص ربنا طبعا ده شرط مهم قوي، لأن ربنا هيعمل معجزة لواحد. طب ما ممكن الواحد ده يفتكر مثلا إن الوثن ده اللي عمل له المعجزة، فهيبقى إيمانه بمين؟ يبقى ربنا هيضلله ان الواحد يفتكر ان الوثن. عشان كده في مجيء مجيء ضد المسيح الانتي كرايست يقول ان هو هيصنع الشيطان، بس هيصنع معجزات بس قال بقوة الشيطان. طبعا هي مش معجزات بحقه وحقيقي، هي نوع من التضليل. وهنا برضو حاجة تخلينا نخلي بالنا ازاي ان مش اي حد، لانه كان لو تفتكروا في الضربات بتاعت بني اسرائيل كان ممكن السحرة يعملوا معجزات برضو، هي مش معجزات، هي تضليل بقوة الشيطان. وبعد كده ما قدروش ان هم يجاروا المعجزات اللي بيعملها موسى، يعني عملوا كده كام حاجة ممكن تكون بقوة الشيطان اللي بيتعاملوا معاه، زي أعمال السحر وأعمال حاجات زي كده، لأن الشيطان كان ملاك وله يعني بعض القدرات، بس هي مش قدرات حقيقية، هي تضليل. واحد يعني بيحاول إن هو يضللنا عشان يبعدنا عن ربنا، يخلينا نؤمن بحد تاني غير ربنا. فطبعا حتة الإيمان ده عامل أساسي، ما دام إحنا بنطلب من ربنا لابسنا، لأن بدون إيمان لا يمكن إرضاء. نعرف إن إحنا بنطلب من إله قادر على كل شيء. النقطة الثانية إن مفهوم الإيمان بقى، مفهوم الإيمان إن أنا مسلم حياتي لربنا زي ما قلت من شوية،
يعني انا لما بطلب من ربنا اقول له يا رب لتكن مشيئتك، طب افرض مشيئة ربنا ان هو يسمح للانسان ده بالمرض، يسمح للانسان ده بالمرض، يعني المرض في حد ذاته او الانسان لما يطلب من ربنا. انا في تصوري يعني الواحد ما يطلبش من ربنا حاجة معينة، لان ممكن انا لما بطلب الحاجة دي بالذات ممكن دي تكون حاجة مش لفايدتي، لكن الاجمل ان احنا نقول زي ما المسيح علمنا ربنا، نقول يا رب لتكن مشيئتك، تكن مشيئتك، انا بعمل اللي عليا من حيث ان انا اروح لدكتور، من حيث ان انا اخد دواء، من حيث ان انا اطلب طبعا ربنا الشافي، يعني بعمل اللي عليا، لكن ربنا بقى عايز يشفي، عايز مرض ده من اجل الموت، نقول له لتكن مشيئتك. وهو ده فعلا معنى الايمان الحقيقي. ما هو الايمان هو ايه؟ انا واثق بعمل ربنا. مش وحتى المسيح لو المجد لما بيقول كل ما تطلبونه من الصلاه مؤمنين تنالونه، علمنا وقال لنا اطلبوا اولا ملكوت الله بر، يعني قال لنا بصوا الحاجة الأولانية تطلبوا. طب أنا بطلب ملكوت الله بره، لأن المرض ده في حد ذاته هو نوع من أنواع الموت، يعني المرض ده نوع من أنواع الموت. ما هو الموت هو عبارة عن إيه؟ الخلايا بتاعت الجسم بتبتدي، تعرفين إن الجسم ده فيه خلايا بتتولد وخلايا بتموت، عملية مستمرة من أول ما الإنسان بيتولد لغاية لما الإنسان بينتقل. فالإنسان في السن الصغير تلاقوا الخلايا اللي بتتولد أكتر، عشان كده الإنسان بيكبر بينمو، يكون مثلا اتولد 2-3 كيلو، بعد شوية بيبقى إيه، عمال يكبر 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 لغاية لما يوصل لسن تبتدي الخلايا بقى اللي بتموت اكتر من الخلايا اللي بتتولد. فحبه شويه كده تلاقي بقى الناس الكبار حبه حبه تلاقي ايه، جسمهم بيبتدي يضعف مره تانية، والاعضاء تبتدي يعني تضعف في العمل بتاعها. ف المرض ده نوع من انواع الموت، يعني واخدين بالك. فالإنسان لازم هيجي في وقته ويترك هذا العالم عشان ينتقل إلى الحياة الأبدية. فإحنا بنطلب بإيمان، الإيمان ده مفهوم الإيمان نفسه هو لتكن مشيئتك رب، مش مشيئتي أنا، لأن أنا واثق إن ربنا بيعمل ما هو خير للإنسان. المهم الإنسان يستفيد من تجربة المرض بإن هو يمسك في ربنا، قال رب انت الشافي، وان كان ده تجربه من الشيطان بيحاول ان هو يزعزعني في وسط هذه التجربه والمرض، لا انا ماسك فيك مهما كان، اعمل فيها اللي انت عايزه، انا ماسك فيك ومش هسيبك. ونستفيد كده من تجربه ايوب وتعليم ايوب. السفر ده يعني جميل في ان احنا نشوف هذا الشخص وازاي كتاب المقدس شهد ليه. فهو ده معنى الإيمان الحقيقي، الإيمان العامل. عشان كده في رسالة يعقوب، إن كان برسالة يعقوب بتتكلم عن الإيمان العامل، فأيوب ده مثل حلو الإيمان العامل فعلا. يعني إحنا بنتوقع دايما إن إحنا نطلب معجزة أو نطلب تدخل ربنا، عايزين معجزة. زي ما قلت لكم المعجزة دي مش للمؤمنين ولكن لغير المؤمنين، زي ما بولس الرسول بيقول في رسالته في كورنثوس لما بيتكلم عن التكلم بألسنة والمواهب وحاجات زي كده. سوري عطف. يعني لا سوينا العفو. يعني انا قصدي اقول من كلام قدسك ان الايمان معناه اليقين والثقه في عمل الروح القدس في السر وقدره ربنا على منح الشفاء من خلال السر، ولكن في نفس الوقت الإيمان بأن ربنا يعني المر الذي يختاره لي أفضل من الشهد الذي يختاره لنفسي. فبالتالي يعني إيمان أن ربنا قادر من خلال منح هذا السر
بواسطة الأب الكاهن إن هو يمنح الشفاء الكامل، وفي نفس الوقت إيمان إن لتكن مشيئتك يا رب، أو نوع من التسليم في نفس الوقت إن يعني أنا أطلب هذا السر، أترجى الشفاء، ولكن ما تمسكش بموضوع الشفاء وكأن إيه هو شيء حتمي وضروري، وإن ما حصلش ممكن الواحد مثلا يتزعزع إيمانه، وكأن هذا السر يعني أنا آسف كأنه وصفة سحرية للشفاء، وإن ما فيش حل تاني أحطه في دماغي غير إن لابد أن يتم الشفاء طالما أنا مارست هذا السر. ساعات أصل الواحد بيبقى عنده حتة التعلق الشديد بموضوع الشفاء من خلال ممارسة السر، وهو بيعتبر إن هو ده بس لغاية هنا الإيمان، يعني الإيمان هو بس إن أنا مؤمن إن الزيت ده يمنحني الشفاء، فول ستوب خلاص. طب مسحت بالزيت، فين الشفاء؟ ما حصلش الشفاء، يبقى الموضوع يتحول 180 درجة بقى. والشفاء الروحي والنفسي ده مش شوية، يعني شفاء الإنسان التجاؤه لربنا والتجاؤه للكنيسة وهو يصلي، شفاء الروح والنفس دي حاجة مهمة جدا، ده هي دي الصحة الحقيقية للإنسان. فالإنسان بينال لما الإنسان ينال من خلال السر، حتى لو ما خدش شفاء جسدي لكن خد شفاء نفسي وروحي، دي حاجة مهمة جدا جدا. فهو بياخد شفاء مش ما بياخدش، بس الديبند الإنسان عايز يشوفها إزاي بقى. عشان كده بنقول هنا دور الأب الكاهن خادم السر، إن هو يكلمه ويشرح له ويفهمه ويقول له حبيبي يعني ربنا هو اللي يعني إيماننا بيه إن هو صانع خيرات، ولو ربنا شايف إن المرض ده يعني بولس الرسول كمثل من الأمثلة يقول كم مرة طلبت وإيه وربنا قال لي إيه تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فحتى بولس الرسول يطلب لكن ربنا قال له لا مش هديك شفاء، تكفيك نعمتي عشان تشوف، يقول له ألا تستكبر من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. ربنا بيسمح برضو من أجل سبب تاني عشان ما يخليهوش إن هو يصاب بمرض روحي اللي هو الكبرياء الروحي، أعطيت شوكة في الجسد عشان يفضل حاسس بضعف، مش عشان أنت يعني بتشوف رؤى سماوية، لا أنت إنسان ضعيف برضو، إنسان لسه في الجسد وتراب، فيحس الإنسان بضعفه ويحس الإنسان. فشوفوا برضو يعني ربنا بيعطي مع التجربة المنفذ، يعني ممكن إنسان لو شكر في المرض ده ربنا ممكن يخليه يشوف أمجاد سماوية أمجاد سماوية، لكن لو فضل ماسك في حتة الشفاء الجسدي ده يبقى هو مريض روحي، ده يبقى هو مريض روحي لو فضل ماسك في حتة الشفاء الجسدي، لكن لو اتحرر من حتة الشفاء الجسدي دي ربنا يخليه يشوف السم، يشوف أمجاد سماوية، يفتح عينيه على السم لأنه شاكر ومتصالح مع ربنا ومتصالح مع نفسه، فربنا يوري له أمجاد. فالمرض له بركته برضه، بس الإنسان إزاي إن هو يعني يستفيد بيه ويتعامل معاه بالطريقة الروحية اللي ربنا يعني بيكلمنا من خلال يعني تجربة المرض. بعد يا شباب نمتوا ولا ايه؟ إذن قدسك. عايز اسمع صوتكم. بعد إذن قدسك يا ابونا. اتفضلي بس الصوت واطي. واطي. طب كده مسموع يا ابونا؟ احسن شويه. هو يمكن عشان كده برضو ان الصلاه اللي بيصليها الاب الكاهن بيبقى فيها يعني
الجملة دي بتوضح برضو، يعني بيقول إن أمرت إقامته إلى زمان آخر فمنحه مساعدة ومعونة لكي يرضيك في كل أيام حياته، وإن أمرت بأخذ نفسه فليكن هذا بيد ملائكة نورانيين. فيعني إذا هو في الآخر كله هي إرادة ربنا، إذا كان هو يشفى أو ربنا يأجل شفاه شوية أو إن ربنا يعني ياخده السما يعني. بالظبط. بس بتالي الجزء اللي هو بتاع إن أمرت بأخذ نفسه دي بتالي بتقولوه سرا يا بنا؟ بنقوله سرا لان طبعا الناس يعني زي ما بنقول بتطلب الشفاء لربنا من ربنا، فبنقول الجزء ده سرا يعني. وزي ما هو بنقول زمان اوقات كانوا كتيره بنصلي بيتأكدوا. صلاه مسحه المرضى في البيوت كده كنوع من البركه، فبنقولها سرا يعني. ده لو انسان فعلا مريض، انا شخصيا بصليه، خصوصا لما مثلا اروح مستشفى ويقولوا لي ده فلان ده خلاص يعني الدكاتره قالوا ايام ولا حاجات زي كده، فبصلي الطلبه دي وبقولها يعني فعلا، لانه يعني واضح ان مثلا الانسان ده خلاص ربنا بيعده للسماء، فحسب الحاله يعني اللي فيها المريض. يعني تتقال سرا يعني عشان مراعاة لشعور الأهل يعني في اه الفترة دي. يعني لو ناس مثلا بتصلي مسحة المرضى كنوع من البركة في البيت او حاجة زي كده، لكن لو حد في المستشفى وخلاص على فراش الموت يعني، فممكن الواحد يقولها جهرا why not، لكن ما نخوفش الناس يعني. ما هو الموت مش خوف، ده رحمة، بعد أوقات بيبقى رحمة يعني عيان قوي يعني. شكرا يا بونا. العفو. في أي تعليق تاني يا جماعة أو أي أسئلة تانية؟ حتى كيفك يا بونا؟ أهلا يا سلوى، إزيك يا ماما؟ الحمد لله، نشكر الله كويس إن أنت أبونا. معانا منورانا. الله يخليك، الله يخليك أبونا. ربنا أبونا يحافظ حتى عليك، تفضل. آمين يا رب. حتى الرب من كان يشفي المرضى أول مرة كان يغفر خطاياهم، بالظبط، يقول مغفورة لك خطاياك، تمام بعدين يشفي المرضى. لكي تعرفوا ان لابن الانسان سلطان. سلطان. فكان ربنا يهمه قوي المرض الروحي قبل المرض الجسدي، ده كلام مظبوط 100%. تمام. طب معلش يا هون، عندي سؤال. اتفضلي مارتينا، اتفضلي ماما. يعني لو حد غال علينا مثلا، حد من الأسرة أو كده تعبان ومرض معين، هل غلط إن احنا نلح في صلاتنا إن ربنا يشفيه؟ يعني ده ضعف مننا أو ما نكونش؟ لا نصلي ونطلب، لأن زي ما ربنا قال لنا كده، اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. بس زي ما بنقول مفهوم الإيمان يعني مفهوم الإيمان برضو إن احنا دايما نقول له يا رب احنا متأكدين إن انت ليك قدرة إن انت تشفي، متأكدين من كده، لكن لتكن إرادتك يعني. احنا بنكلمك واحنا واثقين 100% لانك انت قادر على كل شيء. لو انت عايز ما فيش ابدا اي صعوبه عليك ان انت تشفي هذا المريض، وعشان كده احنا بنطلب منك، لكن لتكن ارادتك انت. رب شايف ان المرض ده من اجل سبب معين يعني انت شايفه لمصلحه هذا الانسان، اللي تكون إرادتك. لكن إحنا نسأل ونطلب في كل الأحوال وواثقين من ربنا وقدرته، ونقول يا رب أنت بس إدي معونة للشخص ده. وإحنا لما بنطلب له الشفاء نطلب له الشفاء برضو الروحي والنفسي، إن هو ما يتعبش من المرض الجسدي ويكون، لأن ممكن إنسان زي ما بنقول نتيجة شدة المرض أو طول المرض إن هو يعني يفقد إيمان
يقول لك هو فين ربنا بقى، ربنا انا صليت كتير وربنا ما استجابش. فاحنا محتاجين ان احنا نصلي له، نقف معاه ونتكلم معاه، نقول له ربنا يسندك، وبنزور المريض علشان نديله السابورت ده، واخدين بالكم، ونصلي له. يعني ربنا له يعني اسلوبه في التعامل معانا، يعني سواء بمرض، سواء بتجربه، سواء بضيقه، سواء باي حاجه. المهم ان احنا نفهم الرساله اللي ربنا عايز يبعتها، ونقول له فهم الانسان ده يا رب الرساله بتاعتك، انت سمحت بمرض في رساله معينه عايز توصلها، او في يعني صوت معين عايز توصله للانسان ده. ف يعني افتح قلبه، ونصلي ان ربنا يديله يعني صحه روحيه علشان يقدر يكون له صله بربنا، ويقدر يسمع صوت ربنا من خلال التجربه. فده محتاج صلاه، ده محتاج صلاه. شكرا يا بني. احنا مشكلتنا ان احنا بنبقى مركزين على اللي احنا عايزين، زي اي حاجه في حياتنا عايزين نمشي ربنا على مزاجنا. فلا، في حين ان احنا نقول له يا رب لا تكن مشيئتك انت، بس فهمنا، خلينا نشوف، علشان الانسان يعني علاقته بيك تبقى علاقه يعني علاقه صحيه، وعلاقه صح، وإيمان حقيقي. فالإنسان يستفيد من التجربة دي في علاقته مع ربي. تمام، شكرا يا تسابونات. ربنا يحافظ عليك، ربنا يحافظ عليك، وربنا يحمينا كلنا، ويبعد عننا كل مرض وكل وباء وكل يعني ضعفات، ويدينا الشفاء لنفوسنا وأرواحنا وأجسادنا. ربنا يبارك فيك ويحافظ عليك. في أي أسئلة تانية في الموضوع ده يعني؟ طيب، طف الريكوردينج بقى يا عاطف، عشان لو في حد عايز يسأل أي حاجة.